اخ بس منك. وش اللي منك؟ وش اقول؟ اسمعني بس يا سوسة، سالفة ان العقد ضاع منك، ايوه هذا كلام ما يدخل المخ ابدا. حنا سوينا المستحيل علشان نجيب العقد، وفي الاخير تقول لي ضاع بكل سهولة، ما تمشي علي يا حبيبي يا اخوي. يا خالي قايل لك العقد انسرق انسرق انسرق، يعني ما تصدقني؟ يعني انا كذاب؟ انا كذاب؟ قل لي انا كذاب، قل لي كيف؟ لا قل لي انا كذاب. ما يحتاج اقول لك، افعالك تبين. هذه الاشياء ما تمشي علي، ترى انا شوشه، انا اعرف الناس واعرف اي واحد قدامي هذا كذاب ولا صادق. شوف، المره الماضيه اختفيت واخذت العقد واخذت ملابسي بعد، ولا شفت رقعة وجهك. اعترف سوسة، وين العقد؟ يا شوشة يا صاحبي، يا صاحبي اللي داخل السجن وخارج السجن. انت صاحبي. قصر صوتك، فضحتنا. في ناس تسمع، ها شوف الناس يتفرجون علينا، فضحتنا قدام الناس. ما في احد. الحين بسألك. قول. بالله بسألك. اسأل. الحين قد شفت مني يوم من الايام اني غدرت فيك في حياتك؟ نعم اعترف. لا 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 لا، ابد ابد ابد. انت جايب لي سخان، وجايب لي اطراف ثانيه تدخل في الموضوع وتاخذ بارائهم، ثم تقول ما شفت منك غدر. لا لا، يعني تفضل تفضل تفضل. وشو يعني كلمه راس؟ يعني تعال 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 تعال. شوف 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 شوف. قل لي. شوف شوف، انت اسمعني اسمعني. انت بصراحه تعرف المثل اللي يقول لك اذا غاب القط تلعب يا فار؟ يعني انا فار؟ يعني انا القط العقل المدبر؟ اقول مسوي انت قط، انت الفار. اسمع يا شوشه، لا تغلط علي. احنا سخان ومشيت عليك. اقول لك انا اللي مشيت لك مو انت. صح. اي جايب لي سخان بدون اذني، يعني اذني معايا، بس انا اقصد بدون اذني، ما تستاذن مني يعني؟ ليش؟ ها علمني. وملوخيه بعد اللي جايبه بعد، من هو ذا ملوخيه؟ راح يشتري مزرعه ويلف ودور، يعني في اشياء تسويها وما تعلمني انا شوشه. حتى لو غبت، يعني الاصل انك تحفظ، يعني ودي وتدق علي وتقول لي ترى انا بسوي كيت وكيت وكيت، وانا بقول لك لا. وبعت النخل من وراهي ولا عطتني ولا شيء. هذا كله شو تسميه بالله؟ ها؟ والله مسوي عصابة من وراي؟ قل لي بس. والله ها؟ يا أخي يا شوشة. قول. المشتري 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 كوكب، هذا كوكب اسمه المشتري. إيه، وإحنا يعني أنا بصراحة كنت أبغاه يجي بسرعة. من هو؟ يجي بسرعة. يجي إيش؟ المشتري، عشان يقطع النخل. حلو. ويسهل علينا عشان نلقى الماسة. آه. اي فرصة 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 قبل ما يجي صبانخ. تدري ان هذا صبانخ من يوم طلع من هذه المزرعة؟ أيوه. واحنا ابتشرنا بخير. كيف كيف؟ ابتشرنا بخير. ايش اسمه؟ ابتشرنا بخير. ابتشرنا بخير؟ نعم. والله من الجملة ما شفت وجه خير ولا شفت كلام زي الناس. وش ابتشرنا بخير هذا؟ يعني هي لغة عربية، انت سيبه يعني الحين بيقوم من يعني بشرنا بخير. بشرنا. اي نعم. مو بنشرنا. لا لا، الحمد لله. طيب اقول لك اسمعني بس. أيوة. بلا طيب بلا هم بلا الحركات هذه. وين نصيبي انا من البيعة اللي بعتها؟ يعني قل لي بس. لا لا. ايش لا لا لا؟ ايش في انت بتاعي؟ صح اني انا حرامي، بس عندي مبادئ. ايش عندي؟ مبادئ ومشاعر واحاسيس. والله نعم. معقوله انا سوسة يلي يحوس العالم؟ انا سوسة. أيوة. يلي يحوس العالم؟ معقوله مشهور باخلاقي؟ وين مشهور؟ ووفائي وكاريزمتي ورجائي وعظمتي. انت تتكلم مين الحين؟ تتكلم مين؟ تتكلم مين انت؟ انا اكلم جمهوري يا اخي. ما في الا انا وانت اللي يشوفني. انت ما سمعت يقول لك على هامان يا فرعون؟ وش فيه هامان؟ يعني انا عارف كل يا اخي، انا عندي الكتالوج حقك، واعرف مستقبلك، واعرف حياتك، واعرف كل شيء. لا لا يا شوشة، انا ما توقعت منك هذا الاتهام. نصيبك راح يوصلك
لين عندك على خشمي ونخرتي. على خشمك ونغرتك؟ على خشم الريال. والله صرت تتكلم بفلوس يا إيه. ها؟ والله؟ إيه. بس يا شوشة شوف الحين يا شوشة قل لي الحين صلي لي هذا صلي لي هذا البتاع هذا؟ ايوه اصبر شوية نخل ايوه يلا بسم الله احنا الحين الحين العقد سامع؟ العقد 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 كيف نحصله؟ شفت حتروح وحتطير وحترجع لي صح؟ اي احنا اخوان 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 انت مالك الا واصحاب مالك الا انا ترى تدري ان انا بدونك اضيع انا عارف لا بس بقول لك شيء يعني انت تتوقع مين اللي سرقها؟ قل لي بالله مين؟ يعني اذا تتوقع انه جده امين فهو فاقد الذاكره صح وسبانخ مسافر صح يعني مين يعني شوشة يفكر انه سارق يعني توقع ها؟ اكيد مين؟ يمكن الاحفاد ليمونه وفلفل فلفل وليمونه؟ اي يعني انت تقصد انه هم اللي سرقوا؟ اتوقع طيب وش الحل؟ شوف اقول لك شيء؟ قل لي انا عاجبني انك انت جاي عندي يعني تتقرب مني اخوان اقول خل السخان اللي جايبه ما ادري من اي محل خلي هو اللي ينفعك الحين يلا روح اقول يا شوشه نعم اقول لك بلا سخان بلا كرفط تدري سخان هذا وجهه أيوه؟ هذا سخان عادي اللي يدفي المويه أيوه؟ ما يعرف كوعه من بوعه ولا يعرف شيء الان تتبرى نعم. منهم انت شوشه انت المدبر انت المخطط انت الحل ابو الحلاحل اخ شوف والله انا مشكله انك يعني كلامك المعسول هذا يخليني قلبي تعرف الصغير لا يتحمل صح قلبك والله انا في هذه انا ابصم لك على العشره طيب إيه؟ انت ايش قلت قبل شويه ابصم لك يعني خلها انا ودي نرجع من جديد من التمهيد اللي ندرسك يعني وش ابصم لك هذا ابصم لك هذا ما له دخل لا ابصم لك هذه مفرد ابصم لك مفرد جمعا ابصم لك جمعا ايوه حرما اسمعني بس اسمعني إيه؟ الخطه عندي وانا ابو هندي انت هندي لا انا ابو الهندي ابوك هندي اذكروني شفت اذكروني انا ابوه اسمعني الحين قرب بس عشان ترى الجدران لها اذان الجدران لها اذان هذا مثل يقولونه يا اخي انت كيف تفهم الحين يعني كل الناس يسمعون والله اول مره ادري الجدران أيوة لا احد يسمع اللي هنا لا احد يسمع ايه يعني الجدران عندها اذاني ايوه اسمع. زي الانسان ايوه قرب اذنك وين اذنك اذني هنا لا اذنك وين هنا هذه هي طيب عشان ماكل ثوم الله عليك يا جوجه الله عليك تبى الصدق ما فهمت ولا اي حاجه بس خطه ولا الخيال يا اخي هذا وانا شارح لك مسرع يعني ما تفهم انت الواتساب انت بالله ما تضغط مسرع واتساب اي اذا جاك رساله طويله تضغط مسرع بصراحه خطك مره ضعيف ووحش وين في الواتساب لا حاولت اقرا خطك في الواتساب ما عرفت ايش دخل خطي بالواتساب ما له دخل الواتساب يا اخي انا والله انا ودي ما في محل كذا يبدلون اصدقاء محل يبدلون اصدقاء اي كذا تبديل اصدقاء ودي ابدلك والله في واعطيهم فلوس قروش بعد تعطيهم فلوس ايوه والله اسمعني تخلي اخوك لا ما بخليك تعال يلا اسمعني انا سامع صوت الحين ايوه لازم نسوي خطتنا ايوه ونشتغل عليها ايوه بس بحنكه وذكاء بحنكه وذكاء لا ينفصلان حنكة وذكاء يمشون مع بعض يعني يمشون مع بعض أيوة. أوكي جاهز يلا بسم الله على بركة الله يلا 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 لحد يجي أوه